الخليفة والأعرابي. يحكى أن أعرابياً جاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا مستجير بك. قال الخليفة: تفضل يا أعرابي، فما شأنك؟ قال الأعرابي: سابقت بفرسي ابنا لعمر بن العاص فسبقته، فأخذ يضربني بصوته وهو يقول: أتسبق ابن الأكرمين؟ ولما بلغ الخبر أباه عمرا خشي أن آتيك شاكيا فحبسني، فتخلصت من سجنه فأتيتك. قال الخليفة: لا تخف يا أعرابي، أقم عندنا بأمان حتى يأتي غريمك. ثم كتب الخليفة إلى عمرو بن العاص فاستدعاه مع ابنه، وأقام الرجل حتى قدم عمرو بن العاص وابنه، وقعد الخليفة مع الناس، وقعد عمرو بن العاص إلى جانبه، وبعد أن قضى بالأمر رمى بعصاه إلى الأعرابي فأخذها، وصار يضرب ابن عمرو بن العاص والناس يشهدون، والخليفة يقول: اضرب ابن الأكرمين. ولما اكتفى الأعرابي قال للخليفة: يا أمير المؤمنين، قد استوفيت واشتفيت. قال الخليفة: اضرب أباه. فرد الأعرابي قائلا: لقد ضربت من ضربني، والله لو ضربت أباه لما منعك أحد. ثم التفت الخليفة إلى عمرو بن العاص وقال: يا ابن العاص، لماذا تستعبدون الناس وقد ولدوا أحرارا؟ فخجل عمرو بن العاص وصار يعتذر.